نذهب مباشرة إلى مدينة حلب وإلى مراسل الإخبارية السورية وليد هناي. وليد، ضعني في آخر التطورات الميدانية من جانب، وفي الوضع الإنساني والخدمي من جانب آخر. نعم، حياك الله عبدو. اليوم مدينة حلب تشهد منذ ساعات الصباح الأولى عدة طلعات لسلاح الجو مكثفة، هذه الطلعات باتجاه معاقل الإرهابيين. هذه الطلعات هي أتت بعد يوم أمس الذي كان حافلا بعدة هجمات على محاور الغربية والجنوبية من حلب المدينة. هذه الهجمات هي أتت مدججة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. في النسق الأول قامت المجموعات الإرهابية بإرسال عربتي مفخخة، الأولى باتجاه نقاط الجيش العربي السوري في نقطة جمعية الزهراء، هذا المحور الذي شهد عدة هجمات من قبل المسلحين باتجاه جمعية الزهرة وأيضا باتجاه الفمري هاوس، وأيضا المحور الآخر الجنوبي باتجاه معمل الإسمنت في منطقة الشيخ سعيد. ولكن الجيش العربي السوري قام بتفجير تلك العربات قبل وصولهم، أي بتفجيرها بنقاط المسلحين، وهذا التفجير هو أدى بالتأكيد إلى مقتل عشرات في صفوف المسلحين. إذا ما تحدثنا عن محور الغرب من حلب المدينة، هذا المحور الذي بطبيعته هو يكشف بشكل كامل وعلى المناطق الغربية، الجيش العربي السوري تصدى لأقوى الهجمات للمسلحين عبر حركة هي أدت مشاغلة من قبل المسلحين لكي تقوم مجموعة أخرى بالهجوم على معمل الإسمنت. ولكن الجيش العربي السوري كان له الدور الأكبر وقام بالتصدي لتلك الهجمات يوم أمس، وهو تصدى لكل تلك الهجمات، وكبد الإرهابيين أكثر من 35 قتيلا بالإضافة إلى عشرات الجرحى. هم تحدثوا أيضا عبر قنواتهم وصفحات سفك الدم السوري بأنهم تقدموا وسيطروا على أجزاء من المناطق والنقاط الغربية، وأنهم سيطروا على معمل الأسمنت، وهم اعترفوا بعد ذلك بأن كل الوضع هو تحت سيطرة الجيش العربي السوري. ونحن ننفي عبد عبر شاشة الإخبارية السورية كل ما تتحدث به قنوات سفك الدم السوري، وهو عار عن الصحة. معمل الإسمنت، هذا النقطة الاستراتيجية، هي بكاملها تحت قبضة شاوس الجيش العربي السوري، والنقاط الغربية من حلب المدينة أيضا هي آمنة وما زالت تحت قبضة الجيش العربي السوري، لا سيما بأن الجيش يكثف من طلعاتها الجوية على معانقل الإرهابيين باتجاه نقاط المسلحين في محيط الكليات العسكرية، وصولا إلى النسق الآخر الداعم للمسلحين باتجاه قرية خلصة ومحيط خان طومان، النقاط التي تأتي الإمداد من خلالها إليهم من نقطة الشمال من حلب، الشمال من محافظة إدلب باتجاه الغرب من حلب المدينة، مرورا بخان العسل وأورم الكبرى. أيضا تلك النقاط هي تشهد استهدافات عبر سلاح الجو، تستهدف معاقل المسلحين وغرف عمليات لهم. أيضا خان العسل هي تشهد معاقل للمسلحين ونقاط للهجوم من خلالها باتجاه نقاط الجيش من قبل المسلحين. ولكن كما تحدث كل ذلك عار عن الصحة، الجيش العربي السوري تصدت لكل الهجمات. عندما نتحدث عن محور الجنوب والجنوب الغرب من حلب المدينة، هذا لا يعني بأن عمليات الطوق على حلب هو توقف من قبل أبطال الجيش العربي السوري، لا سيما هي تلك العمليات مستأنفة والعمليات مستمرة باتجاه قرية حريتان وحيان وعندان، أيضا باتجاه الريف الشمالي من حلب المدينة، وأيضا الغرب الشمال باتجاه قرية عبد ربه. هذه الظهرة التي بأهميتها الاستراتيجية وما أن يسيطر عليها الجيش العربي السوري خلال الأيام القادمة، يشرف الجيش العربي السوري بشكل كامل على قرية حمراء ومصانع الليرمون والأجزاء الغربية باتجاه جمعية الزهراء في حلب المدينة. كل تلك النقاط هي تصبح تحت السيطرة النارية، وهذا ما يعمل عليه الجيش العربي السوري خلال الأيام القليلة القادمة. نعم عبدو. نعم وليد، إلى الواقع الخدمي، ضعني في صورة اليوم الواقع الخدمي، سيارات الصهريج المازوت والبنزين وسيارات المواد الغذائية، ضعني في صورة اليوم ما جرى في حلب. نعم عبدو، بطبيعة الحال نحن عندما نتحدث عن الواقع الخدمي نتحدث في البداية للشريان الوحيد والطريق البديل الذي فتح وتم تأمينه من قبل أبطال الجيش العربي السوري، ودخول كافة المواد المعيشية لا سيما الخضروات وغيرها من المواد الغذائية،
وأيضا المشتقات النفطية. اليوم كان لواقع المشتقات النفطية ومادة البنزين بتوزيعها بالأرقام التي تنتهي ب 6 و 7 و 8 و 9. تلك الأرقام اليوم لها الدور في أيضا في مادة البنزين. ويوم غد أيضا ستشهد مدينة حلب توزيع لمادة البنزين. أما فيما يخص عجلة الدخول والخروج إلى مدينة حلب وتعرفة الركوب على نقل الراكب من خلال شركات النقل، فهناك ارتفاع كبير بالنسبة لسعر التذكرة، تذكرة نقل الراكب باتجاه مدينة حلب أو لا سيما الخروج منها، ارتفعت لتصبح 10,000 ليرة سورية على سعر تذكرة الراكب فقط. نعم. أبناء المدينة محافظة حلب بالتوجه وإعادة ضبط الشركات التي تقوم بأخذ يعني أجور هي زيادة عن الأجور المستحقة لهم. نعم نعم عبدو. نعم وليد هناي مراسل الإخبارية السورية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من مدينة حلب. إن شاء الله نكون معك في رسائل قادمة.